أقسم بالله، هذه الصورة القصيرة والمباركة اقرؤوها فقط مرة واحدة في يومكم، سواء في الصباح أو قبل النوم، في أي وقت تستطيعون. ستيسر لكم أموركم وتفتح لكم أبواب الرزق والبركة والتيسير. ستيسر طريقكم سواء في العمل أو في الدراسة أو في أي شيء تريدونه، فقط عليكم بالنية واليقين. فضلا وليس أمرا، اكتبوا في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطاهرين، واضغطوا على زر الإعجاب لأعرفكم مسلما صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم وكما ترون في العنوان أعطيكم هذه الصورة، صورة الفيل، فقط عليكم بالمداومة على قراءتها في أي وقت تستطيعون، وقراءتها بنية ويقين وإخلاص تام، وأن تدعون الله بما تريدونه. ستتيسر أموركم وستفتح لكم أبواب الرزق.